اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ اللبناني. احنا متفقين ان يوم الثلاث من كل اسبوع بنتجول داخل المطابخ العالميه منها المكسيكي والهندي والصيني وكمان المطبخ الطلياني. النهارده حبيت اخش المطبخ اللبناني واتفحص فيه كده واجيب اشهر الاكلات. في طبعا عندنا التبوله عروسه السفره، مكوناتها بالتاكيد تكون اقرب لكل القلوب في الزبع على السفره، اذا كان بقدونس، اذا كان خس، اذا كان برغل، طماطم، البصله اللي بتاخد البهار الحلو في التتبيله، فبالتاكيد التبوله لها مذاق خاص على كل السفره سواء سفره لبنانيه او سفره عربيه. معانا النهارده دجاج هنعمله مسخن النهارده. الدجاج المسخن أكلة مشهورة في الدول زي فلسطين، زي الأردن، زي لبنان، زي سوريا، الشعوب الشقيقة دي. طبعاً عشان نعمل المسخن بالتأكيد له طعم تاني يتميز مع البصل والسماء، دي هي أسرار عمل المسخن، بوجود طبعاً العيش السوري اللي معروف ده اللي هو بيسموه عيش الصاج أو خبز الشراك اللي احنا عارفينه ده، وده لازم هو البطل بتاع المسخن. هنشوف نعمله مع بعض إزاي مع فرخة سليمة هنسحبها مع بعض. المطبخ اللبناني لا يخلو من الفطاير، سواء صفيحة سواء معجنات أيا كانت. هنعمل النهاردة مع بعض فطاير بالزعتر مقلية، ولما نقول مقلية نحط النقط على الحروف، بتاخد خميرة ولا بتاخدش، بتاخد بيكنج باودر ولا ما بتاخدش. الخبرة الطهوية هنا بتلعب دور عشان العجينة تتحمر وتبقى كريسبي ولطيفة وزي الفل، مذاقها والتوبنج بتاعها زعتر جبنة حسب الرغبة. مش عايز أطول على حضراتكم لأن المطبخ النهاردة لطيف وحلو، وفرصة نوجه تحية كبيرة للشعب الشقيق الشعب اللبناني واللبنانيين حبايبنا من أرض الوطن مصر أم الدنيا. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لخط سير الحلقة. معانا فراخ هنعملها مسخن أحلى من الصدور، فأنا معايا الفرخة سليمة هسحبها دلوقتي مع حضراتكم ونتعلم إزاي ممكن نجيب فراخ نسحبها في البيت. ولكن أنا ما بنصحش طبعا إلا لما تكون عندك الخبرة القوية في إنك تسني سكينة، ولازم السكينة تكون حامية عشان الفراخ ما تتهريش معاكي، وده مطلوب. تعالوا مع بعض نشوف مقادير مسخن الدجاج على الطريقة اللبنانية بخفة دم مصرية. فرخة وزنها تقريبا 2.5 كيلو، معانا خبز صاج أو خبز المرجوج أو خبز الشراك، ده المسميات بتاعته في كل الدول العربية، إخواننا السوريون طهاه فيه ومحترفين في عمايله. معانا كمان زعتر ومعانا كمان بصل وتوم، دي التوابل، والأساس هنا عصير الحامض وزيت الزيتون والسماء. عصير حامض وزيت زيتون وسماء، التلاتة دول والثلاثي ده هم دول عنوان عمل أكلة مشهورة جدا اسمها المسخن. ده مشهور جدا في المطبخ اللبناني والمطبخ السوري والمطبخ الفلسطيني زي كده مع بعض. طب الفرخه هي زي الفل، بتحطيها في الفريزر شويه تتشمع تمسك نفسها، لان ما انصحكيش انك انت تسحبي الفراخ وهي سايبه يعني وهي مدبوحه لسه. زي كده الجزار او البوتشر لما يذبح الخروف بيحطه في الثلاجه يتشمع، يوم يقطع منه يقول لك اذبح ذكا ادرا، يذبح ذكا ادرا. فرخه كده زي الفل هنشفها وتعالوا نسحبها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. حلو الكلام؟ حلو الكلام. اللهم صل على النبي. بنجي نمسكها هنا من الجناح ده كده، والسكينة عارفة هي ماشية رايحة فين وعارفة طريقها بالشكل ده كده. وأهم حاجة إنك ما تطلعيش لحم في العظم، العظم ده ما يترميش يا ست الكل. بتاخد العظم ده تشيليه في التلاجة، اخر الشهر المصروف بيكون قل، مضينها من اول الشهر بقى المحمر والمشمر، بتاخد العظم ده تطلعيه من الثلاجه مع بصل مع طماطم مع توم، بتعملي بوكيه جارنيه، تغلي العظم ده، وده اشهر الفنادق واشهر المطاعم بيستفيدوا منه ويعملوا منه صوص الديميجلاس وصوص الباربيكيو زي الفل. عينيا مخرجنا عايز يشوف الصوره واضحه. يا غالي انا معاك اهو. حاضر اهو، انت في المطبخ اللبناني النهارده. كده بسكينتك تكون صغيره في ايدك عشان تتحكمي فيها، ما ينفعش اسحب فرخه بسكينه كبيره، سكينه صغيره كده مشط يعني بيسموه، او كازلك اخواننا الجزارين يسموه كده. انا بقول يعني لو انت حابه، ولكن انا ما انصحكيش، انت بتوصل راجل الفرارجي
قالوا له سحب لي الفرخه ويديها لك زي كده زي الفل. شوف العظم طلع ازاي بقدر الامكان. ده ما بيترميش، ده بناخده زي ما هو كده بنخليه طبعا وتشيليه في قلب الثلاجه بالشكل ده كده. عظم 2 3 4 من وقت للتاني هتقدر انك تعملي شوربه حلوه في البيت. اصبح ان الفرخه كده معايا زي الفل. نشيل ده في طبق كده جانبي عشان نوسع لنفسينا. اللهم صل على النبي. نخلي ده كده هنا ونيجي عند السد الفخد ده كده، بنضرب السكينه هنا كده بالشكل ده كده وطلعي العظمه دي، يمسكها من هنا كده ونيجي هنا بنفس القصه. اهم حاجه انك تخلي حته حلوه. طبعا انا عشان مع حضراتكم على الشاشه واحده واحده، انما لو انا مع نفسي بتعامل اهوت واجي ضرب السكينه كده اصبح هنا الورك في ايدي اهوت وزي الشعره من العجين. حلو. دي واحده نفس القصه هنا نيجي هنا كده السكينه ماشيه كده، واول حاجه تخليها من هنا ونمسك العظمه كده وتعملي كده. اللحم ده عايزينه تعملها بقى شاورما، تعملها مسخن. في اكله مشهوره جدا في المطبخ اللبناني اسمه الدجاج مسحب بالثوم والليمون. الفرخه زي ما هي كده بتاخد عصير ليمون وثوم وتخش الفرن تاخد اللون الذهبي، تطلع الواحد يقزقسها كده زي الفل. الحاجات دي كلها طبعا لازم انت تبقى عارفاها طالما دخلنا المطبخ اللبناني. اصبح ان الفرخه كده زي الفل. الجناح ده انا بخليه عنوان. حلو الكلام. ونفس القصه هنا كده ونمسك الفرخه كده ايه نوسعها كده تاخد شكل كبير شويه علشان هنتبلها دلوقتي في قلب الصينيه. كل ما تقطعي منها كده احنا بنعمل لايف بعد الهواء وبنجاوب على كل الاسئله. واعتقد البيتزا انا عملتها ومقاديرها موجوده على الشاشه. ايه رايك في الفرخه دي كده مخرجنا؟ مفيش دم اهوت، وانت بتخاف من الدم وانا بخاف من الدم، واللي بيخاف من الدم يبقى قلبه ايه حنين. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنتبل المسخن بتاعنا. بنجيب توم، التوابل بتاعتي هنا المسخن، حطيت شويه بابريكا شويه زعتر ملح وفلفل وبهار حلو. ايوه البهار الحلو ده يا عم الشيف، بتروح عند العطار عندنا في وسط البلد، الناس الطيبه اللي بتجي لكل الدنيا من كل دول العالم تاخد العطاره من عندنا. حلو، اللي هي الكوبيبه الصيني بيسموها، والمسمى بتاعها عند اخواننا في المطابخ العربيه والمطابخ الشاميه اسمها بهار حلو. التتبيله كده زي ما هي زي الفل، بقلبها كده اهي وتلمسها بايدي كده والقوام بتاعها زي الفل بالشكل ده كده بس خلاص لغايه كده زي الفل. جريلا سخنه معايا، اللهم صل على النبي. وعندي بصل هنقطعه دلوقتي شرايح جنب الفرخه كده. حلو الكلام. شوفوا هشتغل ازاي، لازم بالطريقه اللي انا شغال بيها دي كده. نخلي العيش ده هنا ونجيب بوله كده وناخد البصل بتاعنا ده كده يتقطع شرايح، لازم يتقطع شرايح كده عشان هياخد سماد دلوقتي وتوابل. ناخد البصل ده كده سماد مع بصل مع زيت زيتون بيساوي مسخن. البصل ده هيخش دلوقتي على الجريلا ياخد تشويحه، والفرخه هنا ناطره، طبعا ناطره دي باللبناني يعني مستنيه. حلو، التوابل والبهارات والجريلا عشان تستوي. ادي البصل بتاعنا بالشكل دول كفايه. هنحط عليهم دلوقتي بقى ايه السماق. ادي السماق اهوت اللي مش عارف شكله، ده موجود عند العطار، ده سماق. شوية زيت زيتون على السماق مع البصلة. حلو، ونحط شوية الملح التمام
ونمسك البصلة دي نفركها مع البصل مع السماء والملح. إخواننا اللي بيتابعونا دلوقتي لازم كل أكلة لا أصولها. بعمل تبولة يبقى أنا قاعد على السفرة شايف إن دي تبولة، ما اسألش، ومجرد ما أعرف إن دي تبولة ده أعرف إن هي معمولة صح. لازم الخس داير ما يدور، لازم البقدونس، لازم البرغ الباين فيها، كل ده. الجريلا بتاعتي سخنة زي الفل، بحط شوية زيت صغيرين وانزل بالبصلة دي كده. اللهم صل على النبي. زي ما انا شغال كده حلو قوي. الفرخة عندنا زي الفل. والبصل بيتحمر في حالة تحميره. بنشيل الفرخة زي ما هي كده اهي. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري اهي. اللهم صل على النبي اهي. في قلب الطاسة. واخد الجوسي واخد التتبيلة اللي انا عاملها اهي اهي. واشربها كده تاخد تشويحة على النار. تخش الفرن بقى تطلع بألف هنا وشفا. معانا خبز الصاج بنقطعها بنعملها سندوتشات بنعملها اصابع بنقدمها زي ما هي حسب الرغبه. اللهم صل على النبي. هي دي الطريقه، سهله وبسيطه. حبيبتك في المطبخ اللبناني، شوقتك للمطبخ اللبناني، حلو الكلام. ناطرين ان انتوا تعملوا الاكل اللبناني ده وتتواصلوا معانا على السوشيال ميديا وتقولوا والله يا شيف معاك حق، ده سهل جدا وبسيط وبيتميز فعلا. هناخد الطاسة دي أو الجريلا دي ندخلها الفرن بعد إذن مخرجنا، وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير عشان نرجع نشوف هنعمل إزاي المعجنات مع بعض وإحنا شغالين واحدة واحدة. الفرن هنا درجة حرارته 180، خليه على 200 بقلب جامد. أهو يلا، واخدها زي ما هي كده وادخلها الفرن. اللهم صل على النبي. بص عليها نظره الوداع لمده 30 دقيقه تقريبا. اللهم صل على النبي. فرخه اتسحبت، شلنا منها العض، خدت تتبيله وفليفر من الطعم اللبناني ولكن بخفه دم مصري. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لشويه معجنات فطاير بالجبنه والزعتر. معانا التبوله عروسه السفره، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لاسرار عمل المعجنات من المطبخ اللبناني. لما اقول معجنات يعني فطاير، يعني ممكن نعمل صفيحه، نعمل الحواوشي، نعمل فطاير كتيره قوي بطعم مختلف، سواء بالزعتر سواء بالجبنه حسب الرغبه. وعلى فكره اطباق المقبلات في المطبخ اللبناني بتتصدر السفره وقائمه الطعام في اي مكان، ويتميزوا بكده المطبخ اللبناني او السوري، بدايه من الهندبه. عارفين ايه الهندبه؟ اللي هو السريز بتاعنا في الريف المصري والصعيد المصري اللي احنا ممكن نعدي عليه كده ونقول له باي باي. ده اغلى انواع المقبلات في المطبخ اللبناني، اللي هي الهندباه اللي هو السريس، بيتعمل بزيت الزيتون وعصير حامض وتوم، تاكل صوابع كوره. وان شاء الله هنعمله مع بعض، وانا موصي صديق ليا ان شاء الله يجيبه لي ونشوف نعمله مع بعض ازاي. ولكن خلونا نعمل شويه الفطاير بتوعنا واحنا شغالين كده. الزيت عندي جاهز، نطلع بمدير الفطاير بالزعتر يا استاذ رحاب. معانا كوبين من الدقيق، ميه دافيه، شويه ملح، معلقه سكر، بنعجن عجينه لطيفه، بنسيبها تتخمر. تتخمر هي فيها خميره يا شيف؟ لا طبعا، الدقيق كلنا عارفين اللي هو فيه الدقيق فيه ماده الجيلاتين، لازم ماده الجيلاتين. هنا لما بنعجن العجينه بنترك العجينه اقل حاجه 30 دقيقه علشان نعرف نفرتها وناخد منها الشكل اللي احنا عايزينه. التوبنج بتاعنا والحشوه بتاعتنا، معانا زعتر، معانا زيتون، معانا جبنه قريش حلوه. انا عايز اربط المطبخ المصري بالمطبخ اللبناني، فما رضيتش اجيب جبن تانية خالص، جبت الجبنه القريش بتاعتنا اللي هي من الصعيد المصري والريف المصري، والطعم برضه هيبقى طعم لطيف وجميل. تعالوا نشوف ازاي هنعملها مع بعض ازاي. المقادير على الشاشه، تقدري تصوريها بالتليفون او تكتبيها ورايا، سهله وبسيطه لا تتعدى اصابع اليد الخمسه. عباره عن كوبين من الدقيق والزعتر، شايفين صورته الحلوه على الشاشه. الزعتر ده فكره غير الزعتر البري، دا
ده زعتر اللي هي الدقة، عبارة عن سمسم وزعتر، وبياخد بهارات وبياخد بابريكا، لطيف وجميل، بيخش في المعجنات، بيخش في الصفيحة وفطاير بالزعتر والحاجات اللي احنا كلنا عارفينها. هناخد العجينة بتاعتنا كده نقطعها نصين. هعلمك حاجة، تعرفي ان العجينة خدت المسام بتاعتها وخدت مراحل التخمير ولا لا؟ اول ما بتتعب السكينة وتشوفها كده، لقيتها كده طبقات في التقطيعة دي، تعرف ان العجينة خلاص جاهزة للفرد. عندك ولادك الصغيرين في كل بيوتنا بيحبوا ان هم يخشوا المطبخ يلعبوا في العجينة دي كده بايديهم، بيفرحوا بيها من ايام العجين الصلصال، فما تخلوهمش يلعبوا في العجينة دي، عشان لو اما لعبوا فيها مش هتتفرد معاكي بسهولة. خلي بالك، هنفردها مع بعض كده اهو، ومعايا قطاعات، منها الكبير ومنها الصغير. دي مجموعة قطاعات كده بتتباع في اي محل بتاع ادوات منزلية، وبنفرد العجينة بالشكل ده كده، وتكون رقيقة جدا طالما احنا هنقليها. الله ينور يا ابو السيد. ونحط شوية الدقيق الحلوين على العجينة. عينيا والله مكانها هيت، مش هحركها طبيعي. بس بحط شوية دقيق كده علشان يسهلوا عملية الفرد. طبعا خط سير الحلقة وتنظيم الوقت مهم جدا في المطبخ. انا بدأت الحلقة دايما الاستاذ رحاب تقول لي هتبدأ بايه؟ بالفرخ، سحبتها وحطيتها في الفرن. انا شغال في المعجنات، الوقت هنا اللي احنا فيه ده كده الفرخه بتستوي، فطالما انا بعمل سفره وبعمل غدا ما ينفعش ان انا اضيع وقتي في المطبخ في حاجه انا هتاخد مني وقت في الفرن وابدا ان انا اسويها. لازم تنظمي وقتك بالشكل ده كده. شفتوا العجينه اتفردت ازاي؟ الحته دي عايزه تفرد شويه. دول يعملوا تقريبا 20 فطيره. لو بتشتريها من بره هتلاقي الواحده ب 10 جنيه وب 8 جنيه وب 7 جنيه ومتش عارفه الحشو ايه. شفت العجينه اتفردت ازاي بسهوله، دي ما فيهاش لا خميره ولا بيكنج باودر. مكوناتها كالاتي: كوبايتين من الدقيق، معلقه ملح صغيره، معلقه سكر، ميه دافيه. حطيتي معلقتين زيت زيتون، اهلا وسهلا. زيت طعام، اهلا وسهلا. العجينه اهي بتريحها كده، ومعانا القطاعات بتاعتنا. فين يا عم الشيف؟ ونقطع لنا كده شويه مع بعض. هنحشيها دي يا شيف جبنه، نحشيها زعتر، عايز تحشيها جبنه موزاريلا اهلا وسهلا، زي ما انت عايز. عايز اصغر من كده عصافيري مفيش مشكله. معانا قطاعة تانية اهوت برضو، عشان حضراتكم ما تحبوش الكبيرة نقطع صغير، وهكذا. وهنشوف ازاي نقفلها طفيرة مع بعض. طبعا العجين الباقي ده اللي انا هشيله دلوقتي ما ينفعش يترمي، بتلميه على جنب وتسيبيه لمدة 10 دقايق وتتعاملي معاه عجينة عادية خالص الفرد. حلوة. ده ما يترميش يا اختي، ما يترميش يا امي، ما يترميش يا خالتي، ما يترميش يا عمتي. يتحط كده جنب العجينه بالشكل ده كده. وتعالوا مع بعض نشوف ازاي هنحشي شويه الفطاير دول مع بعض. الكبار نخليهم على جنب والصغيرين نخليهم على جنب، وطالما العجينه عليها دقيق مش هتلزق باذن الله. عشان العجين او اللي انت مقطعاه ده ما يلزقش ببعضه لازم تحط دقيق بين العجين وبعضه. حلو الكلام. الحشوه هنا زعتر وجبن، نعملها مع بعض. معايا جبنه قريش بالشكل ده كده. انا شخصيا بحب شويه الكمون على الجبنه ديت، بستمتع بيها. والبطيخ دلوقتي ما اقولكمش، ده طبق المفضل بالليل، بطيخ جبنه قريش كمون، ويا سلام عليها شويه نعناع، شويه زعتر. حلو الكلام. شويه بقدونس، حلو، شويه نعناع يابس. وانا بحب الكمون احط شويه كمون، انت ممكن ما تحبش الكمون ما تحطش كمون، حسب ما انت حابه. ونقلب دول مع بعض. حلو قوي. تعالوا مع بعض نحشي فطاير كده مع بعض، بس خلونا طبعا قبل ما ابدا في الفطاير نبص بصه حلوه على الفراخ. ايه رايك مخرجنا؟ جاهز؟
شفت ازاي بتلمها كده وتاخد الحشوه دي كده اهو وتقفلها كده باطراف ايدك كده اه حاضر اه 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 شفت ازاي عملتها زي الهلال زي القمر يا قمر اه حلو اي حاضر بس خلينا نعمين حاضر اهو حاضر عيني بس نقفل دي كده اهو شفت الضفيره دي كده اهو اخليها هنا جنبي اهو بص عليها كده براحتك حلو الكلام اه تتبيله الفراخ اللي انا عملتها من شويه المسخن كالاتي والاستاذ الاستاذه رحاب بمقادير مسخن الدجاج على الشاشه زيت زيتون عصير حامض اللي هو عصير الليمون زعتر ملح فلفل بابريكا بهار حلو كل ده مع بعضه مع توم سحبنا الفرخ جبنا بصل قطعناه جوانح شرايح سلايز دي مصطلحات تهويه مالكيش دعوه بيها شوف انا قطعته ازاي قطعيه زي ما انا قطعته جبنا جريلا او طاسه خدنا الطاسه دي حطيناها على النار تكون شديده الحراره حطينا البصل شوحناه بزيت زيتون بسماق يا نعم اه حاضر عيني عيني عايز تعيش مع الفرن بس اوعى تاخد الفرخه الله يرضى عليك لان بدا شكلها يحلو في عيني بتاخد الشكل البرونزي حلو اه وما دي حلوه دي بقى دي المسحب على الهواء الله عليك مخرج شاطر الدجاج المسحب على الشاشه فرخه وزنها 2 كيلو عشان تقدري تاخدي منها لحم وتحطها في الثلاجه تتشمع يعني ايه تتشمع يا عم الشيف زي اخواننا الجزارين يذبح الخروف يحطه في الثلاجه شويه عشان يعرف يشفيه او يقطع منه السكينه بتريحه ما ينزلش دم ما يغرقش الدنيا كانه بيقطع في قالب حلاوه طحينيه اه ادي الفطاير بتاعتي احنا هنا مدرسه تعلمي ازاي تعملي شويه فطاير الحشوه دي بتاعتك انا بحب الجبنه دي انت عايزه تحط موزاريلا مش هتقول لا عايزه تحط جبنه شيدر مش هتقول لا عايزه تحط زعتر بس مع خضره زي بصل بقدونس طماطم زي ما انت حابه مش هتقول لا اه حلو عايزه تحشيها لحمه مفرومه يا ويلي احسن من جيبي شويه لحمه مفرومين ضاني حط لهم شويه صنوبر بقى وخليكي كريمه واحنا بنستايل كرمك او شويه لوز وحط اللحمه المفرومه جواها واحشيها بس اهم حاجه انك انت تضفريها الضفيره ديت زي ما انا شغال كده عندي زيت شديد الحراره بيسخن حلو الكلام اول ما ابدا احط الفطاير بهد النار بيه وابدا ان انا احمر سخن معاك زياده عن اللزوم هتجيبي نص برتقانه وتحطيه في قلبه جالي سؤال بالكنترول دلوقتي معرفش مين بيساله بيقول لي دي شبه السمبوسه الاسكندراني انا في المطبخ اللبناني مع احترام الكل الاسكندرانيه والبحاروه وكل حاجه اتكلم لبناني هيك ودخيلك ويا قلبي يا عمري حياتي نطرك مالهاش علاقه بالسمبوسه دي فطاير بالجبنه هو ده اه اه ولازم تتضفر كده اه ندخل على الصغير الفرن قافل الفرن حاضر يا فندم نبص على الفرن ايه الفرن الفرن فيه فرخه ودرجه حرارته عاليه جدا وبتسحب حبايب تستوي حطيتها على الشبكه عشان تحمر واحنا مع بعض اهو ونقفل الفرن بتاعنا عشان نكسب وقت اه انا هتني شغال في الفطاير دي لغايه لما مخرجنا يقول لي اطلع فاصل علشان الم الليله اللي قدامي دي من على الكاونتر بتاعي واظبط الدنيا عشان هخش اعمل دلوقتي الكوشه بتاعه العروسه كوشه عروسه يا شيف اه تبوله التبولة ده على السفرة زي العروسة في الكوشة عليها خروف ضاني هي التبولة رقم واحد عليها ديك رومي متكتف التبولة رقم واحد عليها فخدة ضاني بالروزماري والتوم التبولة رقم واحد ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل مع عروسة السفرة اللبنانية والشامية والسورية والمصرية والدولية التبولة اللي أنا بعشقها بمكوناتها قلب الصغير لا يتحمل مع شويه بقدونس برغل طماطم عصير حامض زيت زيتون اوعى تروحوا بعيد تابعوني بعد الفصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لشويه فطاير عملتهم مع حضراتكم مخرجنا الجميل هيجيب الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها دي
مع شوية ملح شوية سكر مية دافية معلقتين زيت حولناهم بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه، ربطنا بين المطبخ الصعيدي والمطبخ الريفي المصري، ما بين المطبخ اللبناني بالطعم والفليفر والشكل. تعالوا مع بعض، الزيت أخباره إيه؟ زي الفل. حلو. طب سخن ولا ما سخنش؟ تعال عشان ما نبوظش فطيرة نعمل حاجة لطيفة قوي احنا مع بعض. باخد نص ليمونة كده. حلو. وناخد نحطها في قلب الزيت. والله سمعت صوت طش يبقى الزيت زي الفل. ما سمعتش طش يبقى ما سخنش. تسمع معايا يا شفيق ولا ايه؟ لا لسه شوية. هنسيبه شوية مع بعض. ما تقشش، هنسيبه شوية مع بعض علشان نخش على التبولة. نستاذن مخرجنا الجميل مقادير عروسة السفرة وهي في الكوشة من الخص البلدي بتاعنا، ده الكوشة بتاعتها، ده الورد بتاعها، لازم التبولة يحتويها خص بلدي. بقدونس، نعناع أخضر، طماطم، برغل مغسول ومنقوع وليس رز مصري، بصلاية مفرومة ناعم بتتفرم مع البهار الحلو. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. ما تنسيش عصير الحامض وزيت الزيتون. حلو الكلام. الطبق بتاعنا فين؟ اهو الكوشة بتاعتها اهي. التبولة لازم كده. اخوانا اللي بيجيبوا الاطباق اللي هي لونها بني دي واخد على الفخار، ومقاديرها على الشاشة شايفين الخس اهو اتحط كده، وخس نضيف بقى يتغسل عشان بناكل التبولة بالخس. اللي بقى حلو اهو شايفين، ما تكنطرش وما تقلبش كتير بقى، يعني انت حطهم في الزيت كده وسيبيهم، ما تفرحيش بقى بالعجينه زي الشيف كده وتقعدي تخبطي بالسكينه وتقلبي والجو ده كله. سيبها كده لوحدها، لما تستوي هتلاقيها عمت على الوش. واحده واحده عشان يبقى في فاصل بين الواحده والتانيه ما يلزقوش في بعض. هنملى المصفى بتاعتنا واحنا شغالين. سؤال من الكنترول لطيف، والله بنت حلال بتقول لي يا شيف بوغازي لو حبيت اخزن السمبوسه دي وانا موظفه وبشتغل وما عنديش وقت اعمل اللي انت بتعمله ده، وعندي وقت بالليل قاعده مع الولاد وعملت الشغل ده يتخزن؟ بنفس الطريقه دي بتعمليهم، وتجيبي اطباق اللي هي بتاعت الثلاجه ترشي فيهم شويه دقيق، وتحط الفطاير دي، وتحط بين كل طبقه وطبقه رق من الرابل او البلاستيك، وتحط طبقه ثانيه، وترص طبقتين ثلاثه فوق بعض، وبعدين تغطيها ما تحطهاش مكشوفه، وتحطها في قلب الفريزر. درجة الفريزر لازم تكون عالية جدا في تجميد المعجنات عشان العجينة ما تتخمرش منك وترتاح منك على ما تجمد، لازم تكون درجة التبريد عالية جدا. شفت السكينة ماشية ازاي في البقدونس زي السكينة في الحلاوة؟ ما نعيدش السكينة تاني على اللي احنا فرمناه علشان مية البقدونس ما نفتقدهاش، خلي بالك ده مهم جدا. زي ما انا شغال كده اهو. ادي البقدونس اتفرم زي الفل. تعرفنا ازاي ماسكة السكينة ونفرم بقدونس ازاي. بنجيب بولة حلوة كسرولة عشان نتبل مع بعض التبولة. وانا شغال ده البقدونس. حلو. هنشيله على جنب كده، وتعالوا نشوف التركايه اللي الشيف هيعملها. بصلايه مفرومه ناعم هي دي التركايه. بصلايه صغيره خالص، ونحط عليها يا عم الشيف شويه بهار حلو، ونمسك البصلايه دي نفركها مع البهار الحلو وشويه الملح. البهار الحلو اللي هي الكبوب الصيني مع شويه ملح. اخبار الفطاير ايه؟ هجيلك دلوقتي يا فطاير. ادي شويه الملح. ركزي معايا عشان الموضوع ده مهم جدا. ادي البصلايه خدت البهار الحلو والملح، دي قواعد عمل التبوله، غير كده ما تخترعيش، غير كده ما نقلفش. شفتي؟ عشان اللبنانيين يحبونا. هنحط عليها برغل، هنحط على البرغل ده الطماطم. حلو الكلام. برغل وطماطم. حلو الكلام. ونحط عليهم يا عم الشيف عصير الحامض. اوعى تحطي توم، ازعل منك والله، ازعل منك وخصمك. اوعى تحطي توم على التبوله. الفطاير اخبارها ايه؟ لا انا اقلبها بقلب جامد. طلع الليمونه دي من هنا، اللهم صل على النبي. ونحط زيت الزيتون يا عم الشيف، غرقها زيت زيتون. تبوله حبيبها زيت الزيتون، عنوانها زيت زيتون، جمالها زيت الزيتون. وعصير الحامض. لان البقدونس بيشربه. حلو الكلام. تمام. حطيت كل ده بالشيف، حطيت الملح، حطيت البهارات بتاعتك. وقلب كده الطماطميه مع البصلايه مع البرغل، واسيبهم كده يعيشوا شويه لان البقدونس ما بيتحملش. حلو الكلام. حلو الكلام.
وعندي البقدونس المفروم مسبقا بنزل بيه، وعندي البقدونس المفروم حاليا بنزل بيه، واقلب دول مع بعض. ادي التبوله. بس تقلبي التبوله دي بقى وتعملي التركايه الاخيره دي، بقى انت جوزك بيركض العربيه تحت، جوزك دخل صلى الظهر صلى العصر وقعد على السفره، لازم تعملي الخطوات اللي بقولها دي كده. يعني التبوله لازم تتبل وتتاكل في الوقت الحالي. فاكرين حلقه المقبلات اللي عملتها دي؟ من السلطات اللي تتعمل وتتبل وناكلها على طول، ما تتحطش في الثلاجه. هتحط في الثلاجه هتصيص منك، الطماطم تنزل ميتها، البقدونس هيبقى شكلها مش حلو، مش هيعجبك. التبوله كده جاهزه، بنغرفها في الطبق ده كده اهو. شفت نازله مفلفله ازاي؟ يا ويلي، قلب الصغير لا يتحمل. ساده اللي سماها عروسه السفره، ساده اللي سماها عروسه المطبخ. اهم حاجه ان الخس المصري البلدي بتاعنا يتوجها. ده ما تقلقش اهو، حاضر اهو. وحط الطماطم دي كده، حط الرمان، حط رمان. خلصت التبوله، اروح على الزيت بيناديني. اللهم صل على النبي. اخبار الزيت، المال الحلال ربك بيبارك فيه. نشيل الفطاير دي كده ونغرفها مع بعض وهنشوفها دلوقتي حالا، عشان عايز اطلع المسخن بقى نبص عليه. اللهم صل على النبي. شويه فطاير من المطبخ اللبناني ولكن بيتكلم مصري. ادي الفطاير بتاعتي، الضفيره باينه حلوه ازاي. الف هنا وشفا للي ياكل اهو. الحشو ايه؟ لحمه مفرومه. حشو ايه؟ فراخ مفرومه. حشو ايه؟ جبنه بالزعتر. حشو ايه؟ جمبري. مش هتقول لا. اهم حاجه العجينه وخطوات عمل العجينه. ملاحظه حاجه هنا، ان تفاصيل الضفيره باينه. ليه يا عم الشيف؟ علشان العجينه مش متخمره، مش واخده خميره ولا بيكنج باودر. المهم نعمل تركايه حلوه هنا كده بقى زي اخواننا اللبنانيين اللي بنوجه لهم تحيه كبيره. رشه حب. ايه ده يا شيف؟ رشه حب دي. دي رشه سماء. هو ده التوقيع بتاع المطبخ اللبناني. او رشه زعتر من اللي انا حاشي منه. نوسع السفره دي بتاعتنا ونروق الدنيا دي كده، ونوسع ده كده واروق المطبخ بتاعي علشان اطلع بالمسخن. معايا فرخه وزنها 2 كيلو ونص، خمسه شايلينها الصبح. حلو الكلام. الزيتون حلو. خلاص انا خلصت. يعني انا دلوقتي بس عايز السفره ارتبها كده، علشان طبق التبوله ده لازم يكون هو عنوان السفره. لان انا طلعت بقى بسرعه على فكره، ولكن دي بتاخد شغل على فكره. بقدونس ده علشان يتفرم ويتغسل ويتنضف ده مجهود، خلي بالك. الفراخ امان يا فندم. شويه الزعتر الحلوين دول كده مخرجنا عايز برضه. دي بقى لما ينزل التوابل دي والزعتر على الفطاير وهي سخنه، موضوع تاني، بتاخد من الطعم ده، خلي بالك. معانا المسخن بتاعنا، جبنا الخبز الصاج حطيناه هنا كده. حلو الكلام. وتعالوا نشوف المسخن ده هنقدمه ازاي. حلو قوي. هنعمل ايه دلوقتي واحنا مع بعض كده حالا؟ هنجيب سكينه عشان نقطع المسخن مع بعض. ايه اخبار الدنيا؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب. كله ناطر يشوف الفراخ وصلت لفين. حلوه ناطر دي، عجبك؟ عليك يا استاذ عادل امام. حلوه دي؟ حلوه دي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. مسخن الدجاج وشويه الزيت الزيتون، واخدين السماء، واخدين البصله والبصل بتاعنا المصري الجميل. نجيب الخشبه الحلوه او البلانشه، ناخد دي كده عادي. الصورة حلوة، أنا عارف عجباك. ونبدأ إن احنا نقطع الفراخ دي مع بعض. حلو أهي. بص بص، أنا عايزك تبص على الفراخ. بص، حاضر 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 أهو، حاضر أهو كده تمام. تمام. طيب أنا عايزك تشوف الفرخة دي كده بعد، قبل وبعد، بس علشان تدعي لي. استوت. بص 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 بص، ال 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 الورك بتاعها ينزل منها اهي اهي. هالبلانش، اللهم صل على النبي. والبصل بتاعنا اللي هو واخد السماء والجمال الحلو ده كده اهو،
شفت الموزه بتاعت الفرخه دي، خليها كده كلها بعدين. شفت البصل هنا بقلبه مع السمق اهو ده كده. بعمل ايه بقى دلوقتي حالا؟ اصبر عليا، خليه قدامي كده اه، مسخن على طريقه المغازل، زيت زيتون، البصل عينيا عاين فيه زي الفل. حاضر يا اخو، نعم حاضر عينيا حاضر. وناخد الفراخ دي كده اه، شفت التقطيع دي اه، سمع الصوت ده؟ الصوت ده بيعذبني اه. حاضر عينيا اه. شكل ده طيب فل. اخد الفراخ دي يا عم الشيف هحطها على الخبزه وخلصت. بس مهم جدا لازم نبقوا فاهمين، البصلايه مع السماق ما نستغناش عنها. الفراخ اهي حطها هنا كده مكانها حلو كده اه. اه حاضر عينيا اه اه. الله، فرخه بس قدمناها بشكل تاني وبطعم تاني. يكفي ان هي من الطعم اللبناني والشعب اللبناني اللي احنا بنحبه. حاضر عينيا والله حالا دلوقتي والله العظيم اه زي الفل. اعمل ايه بقى دلوقتي اه؟ خرجنا، عايز اشوف الصلصه دي وهي نازله على، اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اه. البصله دي تاكل صوابعك وراها، فيها طعم الفرخه، الدهون بتاعت الفرخه، الجو ده كله زي الفل اه. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الحلاوه دي اه. شفت الخبزه هنا دورها هنا تشرب الصلصه دي اه، تاكل الخبزه وتسيب الفراخ للضيوف، ولازم يبقى الفراخ كده عايمه وغرقانه في البصل والسماق. ادي المسخن على طريقه الشيف المغازي، البطل هنا، عصير الحامض، زيت الزيتون، السماق، رشه بقدونس محترمه كده زي الفل. وحلقه النهارده اه عينيا عينيا. حاضر طبعا، احنا بعد ما بنخلص الحلقه بنشوف التتر بتاعنا، اكله امي، المزيكا الحلوه اللي العالم كله حافظها دلوقتي بجد. ناس، في ناس عاملينها رنات على الموبايل، حاجه لطيفه والله، اكتشفت الموضوع ده من حبهم لينا يعني. هنعمل لايف دلوقتي ونشرح اللي احنا ما قدرناش نقوله في الحلقه من التفاصيل. هل ممكن ينفع ان احنا تتبيله انا مش بحب السماق احط لا، احنا الاكله مع عنوانها علشان تبقى واخده الطابع بتاع بلدها، طالما احنا دخلنا المطبخ ده، ده المفروض. انما عايزه تعمليها بحاجه ثانيه، قولي فراخ مثلا بالتوابل، فراخ بالاعشاب، ولكن مسخن، عصير حامض، زيت زيتون، سماق. تعمل الفراخ بقى صدور، تعملها وراك، تعملها فخاد، دي بتاعتك انت. تبوله عروسه السفره، ما تنسوش شويه الزيتون الحلوين دول، مهمين جدا. المطبخ اللبناني بيتميز بالزيتون، بالخضره، بالطماطم متقطعه، الخيار متقطع، الفطاير الحلوه الجميله اللي تنزلي بزعتر او سماق عليها وهي طالعه من الزيت سخنه كده، زي ما بنرص رشه بهارات على السمك المقلي، بيدي طابع حلو وتشكيله حلوه وفليفر تاني. مطبخنا مطبخ لبنان النهارده، وهيك كانت قصتنا وحكايتنا النهارده مع بعض. رؤيه فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى، حتى من المطابخ العالميه ولكن بخف الدم مصريه. منين يا مغازي؟ من مسبيح.
We'll be right back.